تعتزم كليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التوسع في تنفيذ مبادرة الصيانة الأولية النسائية لصيانة السيارات لتشمل عددا من المحافظات والمناطق. ما شاء الله عليهم البنات ما خلوا شيء. انا قبل امس اشوف لكم خبر، انا ما كنت معاكم، كان في مصنع مكيفات كان في مصنع اول مصنع سيدات مكيفات، انا انصدمت يعني. والان سيارات او يعني اللي هو التدريب التقني والمهني في هذا المجال، فما شاء الله البنات ختموا كل شيء. لا احنا تدري ليش يا مها؟ لانه احنا بالفعل عندنا العزيمه وعندنا الامكانيات انه خصوصا الخيارات مفتوحه. انا ابغى اشتغل في ذا المجال، انا يستهويني هذا المجال، انا احب الميكانيكا، انا احب المعدات ثقيلة، أنا أحب المصانع، فمفتوح المجال. وبالفعل لما فتحنا المجال وجدنا أن السيدات مقبلات وحابين أنهم يتعلموا ويطوروا نفسهم ويكونوا على درجة عالية من الاحترافية، فهذا شيء رائع إن بنشوفه أنهم بيثبتوا نفسهم في جميع المجالات. هذه أكيد واحدة من الخطوات لتحقيق الرؤية 2030، يعني ما بقي إلا سنوات بسيطة سبحان الله، وتعدي هذه الفترة بسرعة. وبنعرف أنه من أهم الأشياء هو موضوع تمكين المرأة في قطاعات مختلفة. مزبوط. وفي بعض الأشياء اللي كانت حكر على الرجال في زمن معين، إنما الآن كمان الرجل والمرأة يعملوا سواسية مع بعض في جميع المجالات. أيضا